سير الأردن قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة، وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إن القافلة مكونة من 91 شاحنة من المساعدات الإنسانية، وإنها ستصل إلى الفلسطينيين المحتاجين في قطاع غزة. هذا ووصل العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت غزة إلى 1412 شاحنة، فيما بلغ عدد الطائرات التي انطلقت من الأردن باتجاه غزة عبر العريش 53 طائرة. في غزة لا تزال دموع الفقد والحسرة تقف غصة في قلوب من تبقى من الأحياء، دموع تنهمر بغزارة كغزارة صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما تبقى من القطاع المهدم فوق النازحين الباحثين عن مكان آمن. أوضاع إنسانية كارثية، ومستوى خدماتي شبه معدوم، وقطاع طبي منهار. فلا جديد في قطاع غزة المنكوب غير مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي القتل والتهجير ومحاولات التوغل البري بين الحين والآخر في جنوبي القطاع، حاضنة النازحين الذين باتوا اليوم ينزحون مجدداً. تدهور الأوضاع في قطاع غزة أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقوله إنه لم يبق شيء تقريباً لتوزيعه في قطاع غزة. وبالتزامن مع تصريح المكتب الأممي، بدأت المساعدات بالتدفق إلى القطاع من الميناء البحري الأمريكي العائم بعشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية، والتي وصلت إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مدينة دير البلح. وبالرغم من التدفق المبشر، إلا أن العاملين بالمجال الإنساني أكدوا أن المساعدات القادمة عن طريق البحر لن تكون كافية لتخفيف المعاناة الإنسانية الشديدة في غزة، مشيرين إلى أن الطريقة الأكثر فعالية هي إيصالها من خلال المعابر البرية. في المقابل أكدت منظمة الصحة العالمية أن آخر الإمدادات الطبية التي تلقتها في غزة كانت قبل 6 أيار، ورغم ذلك لا يزال النقص كبيراً بشكل خاص بالمحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات. وفي سياق التحذيرات والتخوفات، عادت وكالة الأونروا لتحذر مجدداً من تفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة في قطاع غزة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح، مشيرة إلى أن سكان القطاع ما زالوا يتعرضون للتهجير القسري بفعل الحرب المتواصلة. فالغزيون ومع اجتياح شبح الموت والدمار للقطاع المحاصر يبذلون ما في وسعهم من أجل البقاء بما تبقى من مقومات الحياة مع دخول الحرب يومها 25 بعد 200، في ظل غياب أي بوادر جديدة لوقف الحرب بشكل كامل أو حتى بشكل مؤقت. من القاهرة ينضم إلينا المستشار الإعلامي للأونروا في غزة الدكتور عدنان أبو حسنة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. أبدأ معك بالرصيف البحري الذي بدأ بإدخال المساعدات، والسؤال هنا حول الجهة التي تستلم هذه المساعدات وتقوم بتوزيعها في داخل مناطق القطاع المنكوبة، هل للأونروا أي دور يذكر في عملية التوزيع؟ وإذا كان كذلك، أين تركزت عملية التوزيع؟ يعني من يتسلم هذه المساعدات هو برنامج الغذاء العالمي، ولكن هناك اتفاقات بينية بين كافة منظمات الأمم المتحدة حول عملية التوزيع. لا عملية توزيع حقيقية تتم بدون الأونر، ولأنه بقية المنظمات الأخرى تنقصها القدرات اللوجستية والأفراد وما إلى ذلك. الأونر ولديها آلاف الموظفين ومئات العربات والمؤسسات على الأرض، لذلك هذه الاتفاقات البينية بين المنظمات الأممية بدون الدخول في تفاصيل تقنية تساعد في عملية التوزيع. جربنا ذلك في منطقة شمال قطاع غزة، كانت المساعدات تأتي إلى مخازن الأونروا ويقوم موظفو الأونروا بتوزيعها. يعني لن يكون لكم دور مباشر، إنما فقط عمليات تنسيقية دكتور عدنان؟ لا، في التوزيع أكيد سيكون، لأنه لا أحد يستطيع أن يوزع غير الأونروا عمليا. يعني التوزيع بانتظام وعدالة هي الأونروا ما تستطيع القيام بذلك، ولكن تسلم المساعدات من يقوم بتسلمها وبرنامج الغذاء العالمي. هل بدأت فعليا عمليات التوزيع؟
ما دخل وكميات بسيطة، يعني ما دخل، نتحدث عن بضع عشرات من الشاحنات حتى الآن، وهي لا تساوي على الإطلاق يعني حجم أحد المعابر. يعني عمليا معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح بإمكانه ما يدخل 1000 شاحنة يوم، ولكن حتى الناطقة باسم الخارجية الأمريكية تحدثت عن أنهم سيزيدوا حجم هذه المساعدات لتصل إلى 500 طن يوميا. 500 طن يوميا تعني 20 شاحنة. يعني في النهاية لن يكون هذا المعبر المائي بديل على الإطلاق للمعابر البرية. طيب الآن كوادر الأونروا كانت تعاني في قطاع غزة من جراء عمليات الاستهداف، نقص الوقود، وبالإضافة إلى الضغوطات الأخرى التي تمارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافات مباشرة. في هذه المرحلة هل هناك وعود أو ضمانات بعدم الاعتراض أو عدم استهداف هذه الكوادر العاملة بشكل أو بآخر، أو حتى المقرات التي يتم فيها تخزين هذه المساعدات والقيام بعمليات توزيعها؟ نأمل ذلك، ولكن بصراحة لا مكان آمن في قطاع غزة. يعني نحن قتل لنا حوالي 189 موظف أممي، يعني وهو الرقم الأكبر الذي يقتل منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن. استهدفت لنا أكثر من 164 مبنى ومخزن ومدرسة، وقتل أكثر من 430 نازح في أماكن ترفع أعلام الأمم المتحدة. الأوضاع خطيرة للغاية، ونحن ندرك أن لا ضمانات شاملة لأي شيء. اليوم هناك أحد المدارس في منطقة جباليا بها نازحين أيضا، قتل أكثر من 10 داخل هذه المدرسة حسب ما ورد لنا من معلومات حتى الآن. لذلك الأوضاع خطيرة، والحديث عن ضمانات غير موجود بصراحة. يعني لا توجد أي ضمانات بشكل رسمي على الإطلاق؟ لا، يعني هناك قد تكون هناك الحديث عن ضمانات لفظية، ولكن عندما تأتي إلى الواقع على الأرض ترى أن هناك 189 موظف، وأن هناك 165 مبنى و164 مستهدف، رغم أننا نرسل للجانب الإسرائيلي إحداثيات مراكزنا مرتين يوميا، مرة مساء ومرة صباحا، حتى لا يقولوا بأننا أخطأنا أو بأنكم لم تبلغونا، ولكن للأسف الشديد الواقع غير. المفوض العام فيليب لازاريني سيقوم بجولة في المنطقة يوم غد، وهناك تحركات على هذه المستويات بالإضافة إلى مسألة الدعم، ومؤخرا تحديدا ما قامت به النمسا بإيقاف عمليات التجميد وعودة دعم وكالة الأونروا. هل تتوقعون من هذه الجولة الكثير فيما يتعلق بإعادة الدعم، أو حتى مسألة الضغوطات والتنسيقات فيما يتعلق بالجهود باتجاه غزة؟ يعني معظم الدول التي علقت مساعداتها أعادت هذه المساعدات مع الولايات المتحدة وبريطانيا. الولايات المتحدة أصبح قرار كونغرس معلق الدعم حتى مارس 2025. نأمل أن تعيد الحكومة البريطانية دعمها للأونروا، بالذات على تقرير السيدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولون، التي قالت بأن لدى الأونروا من الآليات للتعامل في موضوع الحيادية ما هو غير موجود في أي منظمة من المنظمات الأخرى. أعتقد أن المجتمع الدولي يتحرك جديا لمساعدة الأونروا، وبعد أن أدرك الجميع مظلومية هذه المنظمة وأن استهدافها السابق كان يهدف إلى تصفية طريق اللاجئين الفلسطينيين عبر تصفية الأونروا، وبالتالي تصفية حل الدولتين. القضية لم تعد قضية تحقيقات تجري مع 12 موظفا ثبت براءة بعضهم، والتحقيقات لا زالت مستمرة. القضية تجاوزت ذلك بكثير. لذلك نأمل أن جولة المفاوض تنجح، الحقائق أصبحت واضحة، دور الأونروا هو واضح للجميع، ولا يمكن شطب الأونروا بقرار. هذه المنظمة أنشئت، أقصد بقرار إسرائيلي، يعني هذه المنظمة أنشئت في عام 1949، يعني الأمم المتحدة أنشأت دولة إسرائيل في سيناء وأعطت الفلسطينيين الأونروا، وهذا الذي حدث. لذلك الأونروا ستستمر حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. نعم، سريعا دكتور عدنان، مجموع ما تم تحصيله من الدول التي أوقفت تعليقها وعادت لدعم الأونروا وما دخل فعليا
إلى حسابات الأونروا؟ يعني دعني أتحدث على ما ينقصنا حتى الآن، ما ينقصنا حوالي 167 مليون دولار، وهذا على ما يبدو هو ما خصم من الدعم الأمريكي. ما لدينا من تمويل يكفي لشهر يونيو والأسابيع الأولى من شهر يوليو، ولكن هناك جهود مستمرة وكبيرة، هناك تبرعات جديدة جاءت من الجزائر والعراق، الدول الخليجية أيضا تبرعت، هناك دول أوروبية زادت من دعمها للأونروا مثل البرتغال، أسبانيا، أيرلندا، هناك تبرعات فردية أيضا لأول مرة في تاريخ الأونروا أفراد يتبرعون، وصلت إلى حوالي 115 مليون دولار في 6 أشهر، والعملية مستمرة. أعتقد بأننا نسير في اتجاه صحيح رغم الأزمة المالية الخانقة التي نأمل أن نتغلب عليها. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. المستشار الإعلامي للأونروا في غزة الدكتور عدنان أبو حسنة كنت معنا من القاهرة. وعلى أرض غزة ونتيجة الاكتظاظ الكبير في دير البلح وسط القطاع، تم تحويل ملعب الشهيد محمد الدرة إلى مخيم للنازحين، حيث يأوي المخيم أكثر من 10,000 نازح في ظل أوضاع إنسانية صعبة وغياب للبنى التحتية. أنا أجلس الآن في المكان الذي كان نقطة لتجمع محبي كرة القدم في قطاع غزة لمشاهدة فرقهم المفضلة وهي تلعب على أرضية ملعب الشهيد محمد الدرة، وعلى مدرجاته هنا كانت قصص الانتصار والهزائم التي طالت الفرق، ومع ذلك كان لها أجواء خاصة بالنسبة لمحبي كرة القدم. أما اليوم فقد تحول الملعب لشيء آخر بسبب الحرب الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة، حيث تحول إلى مكان لتجمع النازحين الذين ضاقت بهم السبل، فوجدوا في أرضية الملعب مكانا للإقامة به والنزوح. نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 فلسطيني يفترشون أرضية ومدرجات الملعب بحثا عن مكان يقيمون فيه في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة. بنعاني في العيشة، في الخيام، بنعاني في الأكل، بنعاني في الشرب، بنعاني في حياتنا، في إحنا مرضى هان، إحنا هنا 3 عيال في قلب خيمة، إيش نقول لك أكتر من هيك؟ مؤساة كتير كتير عايشين إحنا هنا، بمؤساة كتير. معاناة صعبة، معاناة يعني فعلا هذه المعاناة الحقيقية. هذه المعاناة الحقيقية اللي احنا بنعاني فيها، لا حياتنا حياة، لا أكلنا أكل، لا شربنا شرب، لا لبسنا، لا نومنا نوم، معاناة معاناة، هذه هي المعاناة، فيش غير فيش بعدك معاناة، كلها صعوبة. تروح تجيب مية 50 مشكلة بتصير، حمام بصير عليه 700 مشكلة على الدور، نسوان ورجال، كل يوم عندنا مشاكل في الحمامات طلع عزك وفي المية، كل تو بقت مشكلة طلع جاي حلت مشكلة وجاي للمية، كل ساعة في عندنا مشاكل بالمية وفي الحمامات، بنعاني معاناة غير طبيعية. تحويل الملاعب إلى مخيمات هو خيار إجباري بسبب زيادة أعداد النازحين في ظل محدودية الأماكن. للحديث حول هذا الموضوع ألتقي الآن مع عبد اللطيف بكر إداري في ملعب الشهيد محمد الدرة. نرحب بك بداية، احكي لنا عن الخطوة الأولى لتحويل هذه الملاعب الآن إلى مخيمات النازحين. شو اللي خلى الجهات الإدارية الرياضية تتوجه لهذا القرار؟ احنا بدايه احنا كنا تقريبا 200 رب اسره، يعني ما يقارب 3000 شخص. اليوم احنا في لحتى هذا اليوم 1300 رب اسره، هاي مقابل ما يقارب 10,000 نسمه داخل الملعب اللي هو ال 20 دولم اللي احنا فيه. طبعا الحمامات والمياه يعني بتغطينا بس 30% من الاحتياجات. احنا بدنا يعني بنطالب انه في يكون في عندي حمامات، في عندي ميه تضل متوفره، تضل حاجات المساعدات، لانه احنا كل 40 يوم 30 يوم لما بنلاقي شويه مساعدات لهذا الملعب، وهذا غير كافي. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم واستمعتم، هناك صعوبات متعلقه حتى ليس فقط بتوفير المكان، وانما ايضا في اعتماد هذا المكان او حتى توفير الخدمات الاساسيه. باتت كل الاماكن مهيئه لاستقبال النازحين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم. باسل العطار، المملكه، من داخل ملعب الشهيد محمد الدرة في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.